مرحبا بكم، وجهنا لدينا فقرة لانش كنت ديال هذا الأسبوع، فقرة اللي غرفكم فيها بمختلف الأحداث والتظاهرات الثقافية والفنية باش هكذا تبقوا ديما أجو وما تبنتوا حتى شي إيفنت. والبداية مع الفنان الكوميدي يوسف المغارب المعروف فنيا بيسار، واللي كيساعد لخوض جولة كوميدية من خلال سبيكتاكل ولاد الناس. هو العرض الكوميدي المنفرد له بعد تجربة إيموغاجي الجماعية. جولة يسار فتحت الرحال ديالها بالدين طربار نهار 2 نوفمبر بمسرح محمد الخامس. يسار بطابع كوميدي شيق كيطرق في العرض ديالو لمجموعة من الظواهر الاجتماعية اللي كيعرفها المجتمع المغربي. ايوا نتلاقاو نهار الخميس مسرح محمد الخامس باش نفوجو جميع ونشبعو ضحك مع يسار، ومن الكوميديا للمجال الموسيقي، ومع كونسير موروكو جينيريشن واللي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء كتنظم شركة زوز للتسجيلات وموفامبيك منصور الذهبي وبالشراكة مع ايات بلاي وفينيمتا. الحدث الفني الجيل المغرب يوم الجمعة 3 نوفمبر بقصر المؤتمرات بمراكش تحت شعار المغاربة في الفرحة والمغاربة في القرحة. الحفل غيعرف مشاركة مجموعة من ألمع فنانية المغرب أبرزهم فاطمة تبع مرانت، سعيد النصيري، هدى سعد، دي جي كي والبيتول المروالي. ونختم مشاهدينا فقرة لاجوندا ديال هذا الأسبوع بفاس فاشن شو واللي غيتنظم نهار 4 نوفمبر قصر الياقوت فاس. ايوا الى كنتم مهوسين بالموضة وكل ما يتعلق بالانتياء، ما عليكم ان تحضروا الفاس فاشن شو واللي غيحرص حضور اسماء وازنة في المجال الفني بحال حاتم عمور، دوريا بوطازوت ويوسف بن حاجو. فقرات لاجوندا ديال هاد الاسبوع سالات، نضرب لكم موعد لاجوندا بروجين ومع ديز ايفنت جداد.